أهلين وسهلين، اليوم حنتكلم عن ويكند المبتعث، وين يروح وين يجي وش يسوي. نطلع مع الشباب لديرة قريبة من بوسطن، والوجهة يا شباب نيويورك. نيويورك ابو سعد طالع بالله في الكاميرا، بس السوق لا تطالع في الكاميرا، سولف لي بدون ما تطالع. الكاميرا صحيح، انا بدون كاميرا وانا خايف. طيب اسمع، ايش اصعب شيء في السواقه وانت تسوق في امريكا؟ والله السواقه طال عمرك سلام، اصعب شيء في السواقه اذا ما توفر معك العزبه، هذا اصعب شيء صراحه. ايش العزبه؟ يتكون من شاهي وقهوه طال عمرك سلامه، وطبعا انت تعرف القهوه يجمعها التمر والشاهي يجمعها طال عمرك سلامه الفصفص. كم مخالفه قد اخذت في امريكا؟ والله الله يسلمك طال عمرك سلامه، المخالفات واجد معي. طيب قلنا ايش اصعب مخالفات باختصار؟ اصعب مخالفات زي ما قلت لك طال عمرك سلامه الباركينج، هي اصعب شيء الصراحه. ويليها طال عمرك سلامه ستوب ساين، ويعني واعطى الطريق حقه. طيب صالح انت متوتر ليش الحين؟ عشان الخط يعني مزحمه ولا الكاميرا؟ انا ما توترت ولا شيء، زي ما قلت لك يعني اصعب شيء انه ما يكون مع قهوه وشاي، وهي يعني ما هي متواجده معنا اليوم. اطول خط قد مسكته وش هو؟ اطول خط طال عمرك سلامه طلعت تبعني بالتفاصيل ممله ولا لا؟ مو يعني باختصار وين راحت وين كانت الرحله والمسافه كم؟ الرحله يا طال عمرك سلامه طلعتها من بوسطن لاوهايو، من اوهايو لاريزونا معي بالسيارة طبعا، يعني برد واحد من الشاي والقهوه بس، يعني بدون ما كمل الطريق يعني بس حالك بالحال. الله الله ماجد بالله، اذا انت ماسك خط وش تقول يا ماجد؟ عطنا بيتين شعر. والله البيوت واجد لكن لها دور، هي على حسب الخط. خطنا نيويورك الحين. اي انا اقول لك هو نيويورك انتهيت طال عمرك. هو ما همني يوم صالوا وجالوا وشالوا من المغربيه لين مشرقها، بإذن الله أحقق طموحي ولو قاله، وطموحه كثار ما يقدر يحققها. كفو. واحدة من أهم الشغلات في أمريكا إذا جيت تسافر، ما يحتاج تشيل هم ولا تقلق ولا تحط بخاطرك أي شيء، المحطات والخدمات على مدى الطريق، وين ما تروح بتحصل محطات ومطاعم وبنزين وتقدر توقف. فهذه يعني نصيحة أنك لا تشيل هم، وبالعكس سافر وروح وتمشى وتعرف على المدن والولايات، وخذ لك خوة طيبة من ذا الرجال. حبيب قلبي والله. طيب احنا الحمد لله وصلنا مع الشباب على نيويورك، كانت رحلة حلوة وبدأت مع الطارة ابو سعد. اول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويعافيك. كيف كانت الرحلة؟ والله الرحلة اللهم لك الحمد توفيق من الله، كلش على ما تحب اللهم لك الحمد، وبصحبتكم ان شاء الله بالخط. الله يسعدك، بس أيوة. طولنا يا اخي في الطريق، اخذنا زمن. والله زي ما انت عارف هالحزة الحين نيو يير بامريكا. أيوة. وكل يسافر وأكيد بتصير زحمة. خليني أسأل ماجد، ما في شرع على السواق على التأخير؟ لا والله بالعكس، السواق ما قصر، والله ما قصر طال عمرك. أنت ماجد أول مرة تجي على نيويورك، إيش كنت تتخيلها قبل ما تجي وإيش صارت الحين بعد ما وصلت لها؟ والله أنا تخيلت إن العالم مليانة كثير، بس الحين صدمت إنهم أكثر وأكثر. أكثر؟ أكثر بقوة. حلو، بسأل فهد، إحنا تونا بنبدأ جولتنا، بس في اثنين هنا عندهم خبرة من بدري. رجال كم مرة جاي على نيويورك؟ والله هذا تقريبا ثالث مرة ورابع مرة. إيش اللي يخليك دائما تجي على نيويورك تزورها؟ والله الأجواء الحلوة هذه والعالم، يعني كل شيء متوفر هنا عندك. كل شيء متوفر. طيب أعطني بس سلبية في المكان هذا عشان الواحد ينتبه منها. في السلبية في هذا المكان طال عمرك إذا جيت خبطت بطنك الله يكرم السامعين، إنه ما صعب إنك يعني تحصل دورات مياه، هذا أصعب شيء، فالواحد لازم يأخذ الحيطة وأنا أخوك. يا سلام، طيب انتبهوا اللي جينا زهب أمورك وطراك مطول بتجلس فترة طويلة. دخيل، إيش الشيء اللي يخليك تختار يعني مدينة زي نيويورك عشان تجي تقضي فيها إجازتك؟
والله الزحمة هذه الأجواء هذه نفتقدها أحيانا، تحتاج أنك تغير جو، واللمة هذه السعوديين والعرب والخدمات العربية واجدة هنا، تحن وتزور المنطقة دي. حلو. طيب زي ما شفنا بالذات المبتعثين الجدد اللي راح يجون على أمريكا، في نقطة مهمة، أحيانا تجي فرصة لك إجازات قصيرة ما تقدر ترجع فيها للسعودية، بس تقدر تزور وتتعرف على أماكن وبلدان جديدة. واحدة من أهم المدن اللي هي نيويورك، مميزة كثير بموضوع أنه العرب موجودين والمقتنيات العربية موجودة، وللطلاب المبتعثين والمبتعثات ممكن يحصلون أشياء تساعدهم كثير أنه يغير جو على الأقل ويطلع من جو الدراسة. أنا بكمل مع الشباب الفلة وناخذ فرة زيادة على على تايم سكوير، وخلوكم معنا. نمشي. طب احنا ماشيين في منهاتن، لازم تعرف حاجة مهمة جدا، السعوديين في كل مكان، وفي منهاتن بالهكي. انا شايف مجموعة بنروح لهم، نبي ناخذ اخبارهم وش جايبهم على منهاتن هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السعودية يا شباب صح؟ مرحبا. السعودية؟ اهلا وسهلا. كيف حال الشباب؟ شو اخباركم؟ يا اخي ما شاء الله من كثرة السعوديين هنا بتسلم على الجميع، ما تدري من هو السعودي من الامريكي. تعرف الويس. من السعوديه، من ميرلاند. ميرلاند. رائد الذايدي. حلو. مبتعث درجه الماجستير من جامعه الامام. ونعم. الاخ الكريم. ياسر معي، ادرس في ميرلاند وجاي نيويورك سياحه اسبوع. سياحه عشان الاجازه. ايه. طيب والاخ الكريم. ماجد الذايدي. من السعوديه، موظف في السعوديه لكن عندي اجازه الحين. جاي اجزون. طبعا زي ما قلت انا في البدايه، فعلا يعني المنطقه مليانه سعوديين. خلينا نشوف هذول ايش جابهم هنا. في اجازه طويله طبعا هذه الايام لطلاب الجامعات والمعاهد كمان، فخلونا نشوف السبب عند الشباب. ايش السبب اللي جابك على نيويورك؟ والله اخوي جاي من السعوديه، قلت خلنا نمشي في نيويورك بما انها اقرب ديره لنا. فقلت نمشي في نيويورك، انا هاي المعلم السياحي يعني الابرز في نيويورك في امريكا كمان. حلو. انا بسال عن المبتعث اذا جاي يقضي ويكند او اجازه معينه، ايش افضل المدن اللي يروحها لو قلنا استثنينا نيويورك؟ استثنينا نيويورك يعني على حسب البارت اللي انت فيه. إذا أنت زي ميرلاند يعني أقرب شيء عندي واشنطن، أقرب شيء عندي نيويورك 3 ساعات، نيوجيرسي، على حسب الجزء اللي أنت فيه. إذا جيتك إجازة طويلة تقدر تسافر بطيارة وتروح بشيء 4 ساعات 5 ساعات، بس أنت بحثان شيء قريب منك مدة 2 3 ساعات. طيب سؤال بصراحة، إيش أحسن شيء يعني يجذب أبو سعود على نيويورك تحديدا؟ نيويورك؟ إيه. الأماكن كثيرة، خيارات كثيرة، يعني تقدر تروح من دون ما تدفع ولا ريال. انت تقدر تتمشى وتتفرج يعني، هو الرخص اهم شيء يعني. الرخص. إيه؟ نيويورك رخيصه؟ لا اقصد رخيصه انك تقدر تتفرج بدون ما تدفع شيء. صح، زي منهاتن بالضبط. طيب في شيء كان مره مهم في نيويورك بالنسبه للسعوديين والعرب، ايش هو؟ كثره العرب البياعين وكثره يس المطاعم عربيه، غير المطاعم يعني، مجرد تمشي كذا تخترط تشوف العالم، تشوف اشياء جديده، تنصدم الاعلانات، كثره شيء صدمه حضاريه علينا. طيب حلو، اجل خليكم صدمتكم وانبسطوا، حبينا نسلم عليكم بس، يعطيكم العافيه. وقت ممتع يا شباب، يعطيكم العافيه. شكرا. تمام. لا باقي احنا بنستمر، حنصيد بالكيلو هنا. يلا رجال ما شاء الله جاء على تايم سكوير ونزل على طول تسوق وشراء. منطقه ما هي غاليه؟ لا والله يعني في عروض طيبه هنا مثل ما تشوف. هي منطقه طول عمرك ولا انت كاش بشكل عام كاش. يعني بقول لك حاجه، انت كاش يا احمد. لا بقول لك حاجه، فرق عن ولايتنا يعني، ولايتنا التاكس فيها غالي حلو. وهنا تايم سكوير يعني ناس واجد وكذا، تلقى عندهم عروض كويسه مثل امريكان ايجل توي طلعت منه، عروض كويسه. كل ما اجي تايم سكوير هنا امر المحل هذا ناخذ لنا حاجات بصير. عقليه تجاريه، شوف يفكر في التاكس. ما شاء الله تبارك الله. طيب فارس، يعني امريكا مليانه مدن او فيها مدن كثيره اللي الناس يحبون يروحونها كسياحه، منها نيويورك يعني، بس ليش اخترت نيويورك بالذات انك جيتها قبل كذا؟ نيويورك طال عمرك ان هي المدينه الوحيده اللي فيها تايم سكوير، اللي تجمع فيه حول يعني زي ما تقول 3 مليون او 4 مليون نسمه، فكل العالم وده يجي على نيويورك. نيويورك فيها تايم سكوير، تايم سكوير هذا ماخذ نيويورك كلها. لا الصدق لحظه، 3 مليون نسمه جد؟ يعني نقدر نقول 3 مليون يعني على العدد هذا اللي تشوفه حوالي 3 مليون. انا خلعت خلعت يلا خلعت تقريبا. لا هو لا هو صادق يعني 3 مليون نسمه يعني رقم مجازي وعدد كبير، زحمه ناس صح.
فالتايم سكوير هو اللي يعني اي واحد يروح نيويورك على طول تلقاه يقول وجه للتايم سكوير. يعني انا من ناحيتي اقول للعيال على طول تايم سكوير تايم سكوير، كل العالم تايم سكوير. نعم، فهو الشارع المهم في نيويورك. خليني اسالك، طيب انتم كطلاب ما تهز ميزانيتكم اذا سافرتم سفريه زي كذا؟ والله وانا اخوك هذه لابد، هذه الميزانيه عاد. شوف حبيبي، الراتب شيء، الراتب ما يكفي هنا طبعا، لابد تحويلات خارجيه. تحويلات خارجيه، تحويلات من وزاره الداخليه طال عمرك، من السعوديه. حلو حلو. يعني انا قايل ترى باول حلقه انه العرب هنا بالمليان، وزي ما شفتوا قابلنا ناس بالصدفه سعوديين، وبعضهم سوينا معهم لقاءات، وبعضهم قال لا ما نبي لقاءات. المواقف هنا مره مشكله، حتى الاوتيل لو بستاجر تضطر انك تدفع، يعني احيانا يوصل 50% من سعر السكن على من سعر السكن 50% على المواقف، ومعك مره واحده تطلع السياره تضطر انك توقفها. والله صادق، هذه احنا ترى عانين فيها المشكله، ها عانين واحنا نحصل موقف. والله مره مشكله كثيره، وانا اوصل الاخوان، يعني اللي يقدر يجي على مواصلات مثل على طيران ولا قطار يكون افضل له. يقدر الواحد يجي بقطار على نيويورك؟ ايوه، كل قطار نيويورك توصل له من اخر امريكا على في قطار اتوقع، حتى الباصات طيران. عموما والله ترى الرجال صادق في كلامه، احنا عانينا ونحصل موقف، اللي بيجي هنا يذهب اموره على موضوع المواقف، السالفه صعبه. دوام. قد جبت العيد او جاك العيد في امريكا؟ اول شيء طيب الاعياد واجده بالنسبه لي، فيعني اولهم يطلع عمر السلامه ان طلعنا مره بدون حجز فندق. إيه؟ وصلنا التايم سكوير، عيهم الله خير، اكلنا، رحنا مطاعم عربيه، استانسنا هنا، زرنا متاحف ومن هالكلام. فجاب الليل نبي نحجز فندق، ما حصلنا فنادق، فايش سوينا؟ اضطرينا ناخذ موتيل في طلع عمر السلامه، يعني تقريبا ساعه عن منهاتن، فيعني منطقة ما هي آمنة. فبعد ما سوينا تشيك اوت من الهوتيل اليوم الثاني، اليوم الثاني طبعا فهمت علي، الصباح مسكونا المباحث ومن هالكلام والدوريات، فيعني كان يعني المنطقة ايش المشكلة مسكوكم يعني؟ بس لا ما في مشكلة، وطبعا الحمد لله يعني طلعنا يعني ما بين مشكلة ولا شيء. المشكلة طلع عمر السلامة ان المنطقة ما هي آمنة، مكان غلط، مكان غلط زي ما قلت، وموتيل يعني اي واحد يسكنه، ولازم يعيدوا يسوون دبل تشيك على اي واحد خارج وطالع، فهمت علي؟ هذه والله صراحه من ناصر نقطه مهمه، اللي يبي يسكن بالذات في السفريات وطلعات وبيتمشى يتاكد من سكنه، ونصيحه من اخ اسكن في فندق، ابعد عن الموتيلات، الموتيلات دائما او غالبا تكون مشبوهه الا بعضها اللي في اماكن يعني زينه. يا اخي ترى هذا شاعر، ها؟ ما احنا ماشيين من الحلقه اليوم لما تعطينا لو بيت شطر. ابشر طال عمرك، بس بخصوص الجو الحين هذا والعالم، خلي الشباب يشيلونه معه. تعال جاني الشعور شوي البيتين هذه. ابو احضر دقيقه، ابشر، ترى اول مره اجي نيويورك فالمشاعر. انا اول مره اجي نيويورك وهذه اول شعور يعني لي في نيويورك. عاد اقول الليله في وسط منهاتن، منهاتن والناس حولي وملتمه، ملتمه يا فرحه الخاطر الداكن، الداكن يا اخوه الربع واللمه. الله الله، صح لسانك. خلاص بعد هالبيتين نقول لكم فما الله، مع السلامة.